أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي وقاية وعلاج، البرنامج اللي كيهتم بالصحة والسلامة ديالكم وأيضا كل ما عنده علاقة بالصحة النفسية كذلك. وما يمكنش كان ممكن أنه تمر الظرفية الخاصة بامتحانات البكالوريا لعام 2020 بدون ما نتكلموا على الجانب النفسي بالنسبة للطلبة أو للتلاميذ اللي كنتمنوا لهم إن شاء الله كل الحظ وكنتمنوا لهم إن شاء الله كل التوفيق. دورة الباك اللي خاصة 2020 كتجي في واحد الظرفية استثنائية اللي ما عاشاش فقط غير المغرب وإنما العالم ككل. التأثير ديال هذا الأمر على الطلبة وعلى التلاميذ غادي نتكلموا سواء بالنسبة للمسألة ديال الاستعداد، غنتكلموا على الظروف ديال الامتحانات لأنه كنعرفوا الظروف ديال الامتحانات كتمر في ظروف اللي هي خاصة نوعا ما. الجانب النفسي هو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم من خلال برنامجكم وقاية وعلاج، ولهذا الموضوع يسعدنا كثير على أنه نستقبلوا معنا الدكتور محسن بنيشو اللي هو طبيب نفسي ومعنا من فرنسا. اهلا وسهلا ومساء الخير دكتور بنيشو، مرحبا بك معنا. مساء النور واهلا وسهلا لكل المغاربه الكرام داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا جزيلا لانك عطيتينا من وقتك باش تكون حاضر معنا ضمن برنامج وقايه وعلاج. اول شيء كيف ما عودنا للمتابعين والمشاهدين على انه في الاول كنتكلموا مع ضيوفنا يعني في المكان اللي هما كيتواجدوا فيه حول التقييم، يعني تقييم عام للوضع بالنسبه للمدن او للبلدان اللي هما تيعيشوا فيها حاليا. انت فرنسا دكتور بنيشو، شنو تقييمك للوضع بشكل عام في فرنسا؟ طبعا يعني الوضع حاليا يعني في فرنسا مستقر، الناس عامة يعني تيخرجوا بدون يعني الأغلبية بدون كمامات إلا إذا دخلوا مثلا الأسواق مثلا أو المتاجر أو لداخل المستشفيات، كل شيء زعما تكون واحد الوقاية يعني شديدة، بحيث مثلا داخل المستشفيات تيكونوا الممرضين تيحاطين الكمامات ديالهم، الأطباء الكمامات، هناك واحد الاحترام كبير. فطبعا داخل القطارات كذلك جميع الأماكن العمومية اللي فيها ازدحام اذا تيكون فيها القضيه ديال الكمامات وخذ الاحتياطات بالنسبه للمسافه، فهناك احترام من هذه الناحيه. ثم على ان نقولوا في الدول الغربيه ما عندهمش ذاك الكثافه السكانيه، وهذا هو عامل ايجابي من ناحيه انتشار الوباء. يعني الا خدينا مثلا فرنسا عندهم ثلث ديال الشعب ديالهم كلهم تيعيشوا بوحدهم في الديور ديالهم بوحدهم، الا خدينا مثلا في المغرب يعني عندنا كثافه سكانيه كبيره داخل البيوت، هناك بعض الشقق مثلا اللي تيكونوا تيعيشوا فيها أربعة العوائل وخمسة العوائل، تجبر نقولوا شقة واحدة 20 فرد. هذه القضية طبعا شكل خطير. ثم على أن مثلا بالمقارنة مع المغرب يعني عامة نقولوا حقيقة المغاربة احنا لاحظنا أن الحمد لله احترموا الحجر الصحي بصفة يعني شديدة خلال الحجر الصحي، لكن المشكل الكبير اللي وقع دابا بعد ما خرجنا من هذا الحجر الصحي الخوف الشديد هو انتشار الوباء، لان اغلبيه الناس ما بقاوش ياخذوا الاحتياطات اللازمه. نعم يعني على عكس دكتور بنيشو ربما كتكلم على الموجه الثانيه، لان كلشي كيتخوف من الموجه الثانيه. نعم ان هناك دابا حاليا موجه ثانيه في بعض الدول الاوروبيه وفي الصين، اما في امريكا طبعا يعني ما استطاعوش تماما يواجهوا الوباء، ان فاتوا يعني 2.5 مليون ديال الناس اللي مصابين، وفاتوا تقريبا 130 الف حاله ديال الموتى، ولذلك هذا الفيروس هذا مازال موجود، وكل الاحتياطات حاليا نقولوا في اوروبا تيستعدوا الموجه الثانيه حاليا بالنسبه لداخل المستشفيات. وتتعرف هنايا طبعا في فرنسا وبصفه عامه في اوروبا يعني عندهم الوسائل الكافيه، يعني هما كانت طرات عندهم حالات كثيره ديال الوفيات والوباء لأن ما كانوش مجهزين، حاليا هما مجهزين، وهذا هو اللي نقولوا واخا ترى واحد الموجه الثانيه ما رايكونش الاثار ديالها كما هو في الموجه الاولى. لذلك احنا كنطلبوا حقيقه من المغاربه انهم يبقاو محتاطين ويبقاو خايفين وياخذوا الاشياء الوقائيه اللازمه، ما يمشوش للاسواق، ما يمشوش مثلا للشواطئ الازدحام. انا تنشوف مثلا بعض المناظر اللي حقيقه يعني ربما تكون هي من الأسباب ديال انتشار الوباء. وتتعرفي مثلا حنا عندنا مثلا السكن الاقتصادي وعندنا كثافة سكانية في جميع البيوت وفي بعض الأحياء، وهذه القضية تقدر تسبب لنا واحد يعني موجة ثانية خطيرة للغاية.
نعم، كل الأمور اللي انت تكلمت عليها دكتور بنيشو عاشوها يعني الوليدات ديال المغاربة اللي هما عندهم الامتحان ديال البكالوريا بطبيعة الحال، لا الظرفية ديال الاستعداد ديالهم للامتحانات أو لمجموعة ديال الأمور أو حتى الدروس كيفاش كملوها أو لا، كانت كلها ظروف اللي هي خاصة جدا واستثنائية. اليوم حتى الظروف اللي هي خاصة بالامتحانات ديالهم كذلك، يعني ربما كاين قاعات اللي هي تخصات الغرض ديال أن هاد الوليدات ولا هاد التلاميذ يدوزوا فيها الامتحان، كاين احتياطات ايضا واجراءات اللي هي وقائيه ومهمه جدا، يعني تيعيشوا الاستثناء التلاميذ اللي هما كيدوزوا الامتحان باك 2020. يعني كطبيب نفسي دكتور بنيشو، واش هاد الامور كامله اللي مروا منها هاد التلاميذ ولا هاد الطلبه ممكن على انها تاثر على يعني المردوديه ديالهم اللي بغينا نقولوا، واش غادي يكون تاثير او لا؟ هو طبعا الانسان مثلا خلال الامتحان ديال البكالوريا على الاخص يعني دائما تيكون واحد النوع ديال القلق، واحد لو تراك من لي زيكزامان، وعلى الخصوص البكالوريا لان تتشكل واحد المحور اساسي في حياه الطلبه، ولذلك دائما تيوقعوا يعني هذه القضيه ديال الخوف من الامتحانات، واحد القضيه ديال القلق لو ستريس، اضطرابات ديال النعاس، اضطرابات ديال التركيز، ثم على ان يعني هذه من غير نقولوا القضيه ديال الخروج من هذا الحجر الصحي. طبعا الطلبه اللي راه يدوزوا الامتحانات كلهم عاشوا في واحد الفتره يعني صعبه للغايه ديال الحجر الصحي، وكل شيء يعني الناس سواء الاباء ديال الطلبه او لكل المغاربه يعني عشنا واحد الفتره حرجه جدا، وكان كل شيء مخلوع، كل شيء خايف، كل شيء مقلق، كل شيء مستريسي، ولذلك هذه الاشياء هذه طبعا اثرت على النفسانيه ديال الطلبه. ثم عندك بعض النوع ديال الطلبه كذلك اللي هما تيكونوا مستريسين اكثر من الناس الاخرين، ولذلك هادو مثلا غيكون لو ستريس ديال لي زيكزامان، لو ستريس ديال الطبيعه الشخصيه ديالهم، ولو ستريس ديال الخروج يعني خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي. ثم لو ستريس ديال الوالدين ديالهم، تتعرفي على ان هذا الحجر الصحي سبب لنا اثار كبيره من ناحيه نفسيه، من ناحيه القلق، من ناحيه الاكتئاب، من ناحيه الوسواس القهري، من ناحيه اضطرابات النوم، من ناحيه المشاكل الزوجيه. اذا الطلبه عاشوا يعني مشاكل كبيره خلال هذه الفتره هذه، وهذه الاشياء كلها اثرت على النفسانيه ديالهم. اذا هما راه يدخلوا الامتحانات وهما في فتره حرجه، ثم راه يدخلوا الامتحانات وهما يعني هناك احتياطات ديال الوباء، وهذه القضيه راه تفكرهم يعني ريغريسيون، راه تفكرهم يعني القضيه ديال الحجر الصحي. إذن هذه العوامل كلها تتسبب واحد النوع ديال القلق بالنسبة للطلبة، ولذلك هنا بعض النصائح بالنسبة للطلبة على أن الطلبة حسوم ينعسوا مزيان، حسوم ياكلوا مزيان، حسوم ما يفكروش يعني في الامتحانات، يعني تكون أبي لونتيسيباسيون نيجاتيف، لأن الناس تيكون عندهم لو تراك، يكونوا دائما تيجيب لهم ربي ما راه يدوزوش مزيان، راه يسقطوا، راه يوقع لهم شي مشكل. هذه الافكار هذه تتاثر على النفسانيه ديالهم وتتخلي له ستريس كثير. ثم تنطلبوا كذلك يعني من الاباء ديال الطلبه حاليا انه ما يكونش زيارات، ما يكونش ضيوف، ما يكونش صراعات داخل البيوت. يعني هذه السيمانه هذه حاسه تكون سيمانه خاصه بالطلبه المغاربه، يكون عندهم واحد النوع ديال الطمانينه داخل البيوت، واحد النوع ديال لونكوراجمون، يلفو اونكوراجي يعني نشجعوا الطلبه ديالنا ونعطيهم واحد النوع ديال الثقه في النفس كذلك، لأن الحمد لله الطلبة اللي كانوا تيخدموا من الأول العام حتى لدابا ما نتجبرش عندهم شي مشكل، راه ينجحوا إن شاء الله بإذن الله. إذن مزيان الطالب حسو ينعس مزيان، حسو ياكل مزيان، وما يفكرش في الامتحانات، يخدم بدون ما يفكر في الامتحانات، وكما أشرت يعني الأسرة ديالو حسها تكون يعني تتشجعوا، وخصوصا ما كاينش شي مشاكل داخل الأسرة. الطالب ما يمكنش يدوز الامتحانات مثلا إلا كان باه ويما تيدابزوا، هناك صراعات داخل البيوت، وهناك ضيوف شي داخل شي خارج. يعني هذه الفترة هذه الامتحانات دائما حتى تكون فترة مقدسة باش يعني نشجعوا الطلبة المغاربة ديالنا. نعم، بالنسبة للبكالوريا كنعرفوا أيضا على أنه كاين جزء اللي هو مهم جدا اللي هو خاص بال كنسميوه البكالوريا الحرة أو لباك ليبغ، يعني بزاف ديال الناس ربما كي اللي كيبغي يكمل مثلا في المشوار ديال الدراسة، ربما اللي كينسى اللي كتكون ما تحتش له الفرصة من قبل وتيبغي يعني كيف ما قلت لي لو تيبقى يعني الشهادة ديال البكالوريا كتبقى واحد المحطة اللي هي مهمة في حياة كل واحد منا دكتور بنيشو. هاد الناس ربما تنعرفوا أصلا حتى هما عندهم خصوصية لأنهم يعني
يكونوا مثلا ناس اللي مطلوب منهم اجتهاد اكثر ربما، داك التواصل مع الاساتذه ما تيكونش دائما بطبيعه الحال متاح. كنتكلموا على الظرفيه العاديه، ما بالك في الظرفيه الاجتماعيه اللي خاصه بالجائحه ديال كورونا. ربما هاد الناس، لانه دائما الانسان اللي كيفكر في باك ليبغ يعني بالنسبه ليه تحدي جديد، او لربما تحدي اللي يقدر يكون عاشه من قبل وما توفقش فيه، وتيطمح انه يعاود التجربه المره الثانيه. فاحنا تنعرفوا اي تحدي ربما الاحتمالات كلها كتكون مفتوحه، ربما يقدر الانسان فعلا ينجح فيه، يقدر ما يتوفقش. فشنو نصيحتك ربما لهاد الناس اليوم اللي هما اصلا داخلين كيف ما قلت لك لتحدي ثاني؟ ربما يقدر يكون الانسان جرب الباك المره الاولى ما توفقش، مر دابا سنوات وبغى يعاود المره الثانيه ومقدم على باك ليبغ، شنو نصيحتك؟ على اي حال يعني طبعا الانسان دائما نحسو يكون طموح يعني في الحياه، وتتعرفي على ان الامتحانات ماشي تتوجد نقولوا اسبوع ولا اسبوعين من قبل. للاسف الشديد عندنا كثير من الطلبه مثلا المغاربه اللي الانسان تتعرف يعني الحياه بحال واحد السباق، يعني حسك ديماري داك السباق من الاول، حس يكون ان بون ديبار، يعني حسك تمشي من الاول تنطلق انطلاقه جيده. وللاسف الشديد اللي تلاحظوا عند الاكثريه ديال الطلبه يعني انهم ما تيوجدوش الامتحانات ديالهم من اول وهله، وتيبقاو حتى ربما تلاخر الشهر أو لذلك الأسبوعين اللي بقاو لثلاثة عذرة يوجدوا. وطبعا يعني الحظوظ ديال النجاح بالنسبة لها الطلبات تكون قليلة، ولو ستريس يكون قليل لأن داخل الامتحانات وهو يعني ماشي مجهز. يعني أنا تنصح الطلبة دائما ملي تبدأ بداية السنة تكون يعني انطلاقة جيدة، ويكون الاستعداد جيد والتركيز جيد، باش خصوصا الناس مثلا اللي راه يدوزوا الباك ليبر يعني إذا كانوا مستعدين من الأول السنة الحمد لله ما عندوش اي مشاكل نفسيه ومشاكل عائليه وكانوا تيخدموا ما يجبروش مشكله وراه ينجحوا. ولذلك اذا كانوا مثلا ماشي مستعدين وماشي مجهزين مزيان تتكون فرص النجاح ديالهم ضعيفه. على اي حال اذا يسر لهم الله ونجحوا فالحمد لله، اذا ما نجحوش مثلا الانسان يعني يعاود يستفد من الاخطاء ديالو، اذا ما كانش يخدم مثلا من قبل يعاود ثاني مثلا يراجع يعني الاخطاء اللي قام بها. وهنا الإنسان إذا أصر مثلا وكانت عنده واحد العزيمة وكانت يخدم دائما وما معمرش راسو ما تيستعمل لا مخدرات لا والو ما يمكنش ما ينجحش. يعني كونت اون فو اون بو، يعني لا بغينا راه نوصلوا، ولكن إلا ما بغيناش ما نوصلوش. نعم يعني كاين واحد النقطة اللي نعم النقطة اللي شرتي ليها مهمة أيضا دكتور بنيشو، وهو بعض الشباب مثلا اللي كيتعاطى بعض الأشياء أو لا، وغنتكلموا على هذه النقطة، وغنتكلموا أيضا على ربما طلبة أو تلاميذ اللي كيكونوا كيعيشوا أمراض مثلا نفسية، يقدر يكون اكتئاب، يقدر يكون مثلا مشاكل اللي وقعت ما بين الوالدين ديالهم، انفصال أو لا طلاق أو لا، وتنعرفوا ربما تيكونوا طلبة اللي هاد الأمور تقدر توقع مثلا لا قدر الله وهو في السنة ديال الباك، يعني في البكالوريا ممكن كين تعيش هذا الشيء لا قدر الله كيف ما قلنا. فمع هاد الطلبه دكتور بنيشو اشنو كتنصح يعني بالنسبه للتلاميذ اللي هما عندهم هاد الوضعيه هذه، يعني تعيشوا مشاكل او صراعات نفسيه داخليه؟ هناك طبعا يعني كثير من الطلبه تتعرف على ان مشكل المخدرات في المغرب متفشي كثير، يعني تقريبا عندنا واحد على اربعه من الشباب اللي تيستعملوا يعني مخدرات. وهذه المخدرات تتاثر على الطاقات العقليه ما يسمى الكاباسيتي كونيتيف، يعني باش الطالب على انه يقرا مزيان ويستوعب ويحفظ ويوجد حسوا ما يسمى الطاقات العقليه، يعني حسوا يكون تيركز مزيان تينعس مزيان العقل ديالو ما عندوش مشاكل ماشي مخدر. يعني ما يمكنش الطالب على انه مثلا ينجح وهو تيستعمل المخدرات، لان هذه المخدرات تتاثر على الطاقات العقليه. وكذلك مثلا كل انواع المشاكل، اذا كانت مشاكل مثلا وصراعات داخليه بين الاباء ديالو هذه حتى هي تتاثر على الطاقات العقليه ديالو، ما تيقدرش ذاك الطالب يستوعب ويركز وينتج. كما كذلك اذا كان ذاك الطالب تعيش واحد حاله الاكتئاب او لا قدر الله حاله الدهان مثلا او لا حاله الوسواس القهري كذلك او لا حاله الرهاب الاجتماعي، هناك عده امراض نفسيه اللي ممكن تؤثر سلبيا على الطاقات العقليه ديال الطلبه. ولذلك احنا تنصحوا دائما الاباء اللي تسمعونا اليوم ان الا كان عندهم شي وليدات مثلا سواء هذا العام داروا الباك الا نجحوا الحمد لله ما نجحوش راه كاين اسباب، الطالب الا ما نجحش هناك اسباب، لان عامه الطلبه اللي تيخدموا وعندهم طاقه عقليه سليمه هادو دائما تينجحوا. ما يمكنش يعني الدوله ماشي زعما نقولوا هي سبب في الرسوب ديال الطلبه، راه الطلبه اللي ما تيخدموش مزيان
والطلبة اللي زعما تيستعملوا مخدرات أو لطلبة اللي هما تحت تأثير واحد الحالات ومشاكل صراعات داخلية أو أمراض نفسية. إذن هاد الطلبة هادو حصهم يتعالجوا، ما حصاش نخليو مثلا طالب مثلا، أنا عندي بعض الطلبة نقولوا يعني في المغرب اللي الحمد لله مثلا كان عندهم وسواس قهري عالجناهم ودابا راه خداو الدكتوراه ديالهم تبارك الله، ماشي خداو الباك، خداو الباك، خداو لا ليسونس، خداو الماستر وخداو الدكتوراه. عندي كثير طلبه اللي من هذا الشان هذا. اذا احسن الطلبه تكون نفسها. كذلك هناك بعض الطلبه اللي عندهم كثير ما يسمى الادمان على الالعاب، على لي جو او على لي ريزو سوسيو، طلبه اللي ما تينعسوش مزيان خلال السنه كامله. إذن كما أشرنا يعني استعداد الامتحان يعني ماشي تيبدأ شهر قبل الامتحان ولكن تيبدأ في أول سبتمبر على فهاد الفترة هذه. إذن إذا استعدينا مزيان وكان طاقة العقلية ديال الطلبة مزيانة والحمد لله يعني الفترات يعني داخل البيت البيوت ديالنا يعني مطمئنة، لأن تتعرف كثير من البيوت هي حقيقة جهنم، وتتعرفي على أن كثير من الطلبة يعيشوا خارج البيوت، يعيشوا في الشارع، تهرب من ذاك الواقع الاجتماعي ديالو. هناك كثير طلبه يعني تستعملوا مخدرات، هناك كثير طلبه اللي مدمنين على لي ريزو سوسيو، على هادشي الفيسبوك وكذا، او لا مثلا على الادمان او لا على الالعاب او لا يعني كثير اشكال من الادمان. اذا كل هاد الجوانب هذه يجب الاسر ان تعالج يعني هاد النقاط هذه، باش نقولوا الطلبه منين انطلقوا في اول شتنبر سبتمبر انطلقوا انطلاق جيد الى ان يصلوا لهاد الفتره باش يدوزوا الامتحانات ديالهم. وتنتمناو ان شاء الله باذن الله يعني على نقولوا التوفيق لكل الطلبه المغاربه ان شاء الله. هذا ما كنتمنوه. شنو رايك دكتور بنيشو كطبيب نفسي في بعض الطلبه او التلاميذ اللي كيلجؤوا لما يسمى بمشروبات الطاقه؟ يعني بزاف ديال الشباب كنشوفهم في الفتره ديال الامتحانات او ملي كتكون عندهم شي حاجه اللي هما يعني تطلب تركيز او لا طاقه او لا، تيلجؤوا لهذ الانواع ديال المشروبات. واش كيكون شي تاثير يعني بالنسبه لها؟ وكذلك بعض الشباب مثلا اللي تياخذوا ادويه كيفما قلتي، ربما كاين وسواس قهري، ربما كاين اكتئاب، وتياخذ علاجات. هاد العلاجات زائد هاد المشروبات ديال الطاقه زائد ربما امور اخرى، واش كتاثر على التركيز ديالهم بشكل سلبي او لا ممكن الدواء ياخذوا يعني والانسان يدوز الامتحان ديالو بدون مشكل؟ وكيف ما قلت رايك في مشروبات الطاقه، لان راي ديالك كيهمنا بزاف. اذا بالنسبه للطلبه حقيقه اللي تياخذوا الادويه ديالهم سواء الاكتئاب او لا امراض اخرى، فهاد الفتره هذه ما حصهمش يوقفوا الادويه ديالهم. وحتى بالنسبه للطلبه اللي زعما مدمنين، يعني انا طبعا شخصيا ضد الادمان، ولكن ما يمكنلهمش يوقفوا الادمان ديالهم فهاد الفتره هذه، لان راه يخلق لهم ما يسمى اعراض انسحابيه، لو سيندروم دو سوفراج، وراه يكونوا ما تينعسوش ومقلقين وعيانين والمورال ما عندهمش وما تيركزوش. اذا ما نقدروش نوقفوا المخدرات فهاد الفتره هذه، ولكن بعد الامتحانات. ثم بالنسبه للطلبه اللي تياخذوا زعما هاد المنبهات، ما يسمى المنبهات سواء عن طريق اقراص او عن طريق مشروبات، انا شخصيا ما تنفضلش هاد الاشياء هذه، حس الانسان يعني يعيش يعني سليم ونقولوا باش يجهز الامتحانات ديالو، ماشي الا بقى فايق هذا الاسبوع ولا اسبوعين راه ينجح. لا، حسب بالعكس، الطلبه ينعسوا مزيان وياكلوا مزيان وتكون واحد الحاله نفسيه مطمئنه. ولذلك كما اشرت الطلبه عامه تبارك الله عليهم تيكونوا شويه تيخافوا وكذا، تيكونوا بداوا العمل ديالهم من اول شتنبر لدابا وتيكونوا مجهزين احسن يعني تجهيز، ومنين راه يدخلوا يعني هادو لا خوف عليهم وهما راه ينجحوا يعني بعينيهم مغمضين. الطلبه اللي تيكونوا ما تيخدموش وتتبقى داك جوج الاسابيع ثلاثه وتياخذ هاد المنبهات باش يفيق ويخدم اكثر، هذا يعني هاد الاشياء كلها غير ايجابيه. من الافضل عندها اضرار، عندها اضرار على الصحه، عندها اضرار على الصحه طبعا. يعني مثلا الا خدم مثلا الطالب هاد المنبهات وما نعش، الا ما نعش داك قله النوم مثلا راه تخليه ما تيركش، لان تيدير سكون ابل انوي بلونش مثلا يومين ثلاث ايام ما نعش، من بعد من يمشي للامتحانات راه يخلق له مشكل، لانه يكون عيان تعبان ما تيركزش، لان النوم تيلعب دور شيء مهم بالنسبه للطاقات العقليه. ولذلك الطلبه دائما ينعسوا داك سبعه السوايع ديالهم ولا ثمانيه السوايع باش يعني يرتاح المخ باش يستوعب. اما الا خليتي مثلا انوي بلونش وما نعش الطالب نهار يومين ثلاث ايام، ملي راه يمشي مثلا الامتحانات ديالو يقدر يعني يبقى له ان بلاك اوت وما يبقى يعرف حتى شي حاجه لانه ما نعش. اذا من الافضل اننا نجنبوا جميع المنبهات سواء خلال السنه او خلال يعني اخر السنه.
نعم. سؤال آخر دكتور بنيشو، ربما بالنسبة للأمهات والآباء اللي كيشاهدوا اللقاء ديالنا، كطبيب نفسي بغيتك توجه لهم كلمة، يعني كل الأمهات والآباء اللي عندهم وليدات غيدوزوا بكالوريا 2020 كيف ما قلنا في هذه الظرفية الخاصة جدا والاستثنائية، كطبيب نفسي شنو رسالتك لهم؟ فطبعا الرساله ديالي بالنسبه للوالدين هما ان كما اشرت يعني حس يكون واحد الجو ايجابي داخل البيت، ما يكونش صراعات مثلا بين الام مثلا والاب بين الازواج، حتى الا كانوا شي مشاكل الواحد يغمض عينه في هذه الفتره هذه على ما تدوز هذه الامتحانات هذه. ثم يعني حسنا نشجعوا يعني الوالدين حسهم يشجعوا الابناء ديالهم، يوضعوا فيهم الثقه، قول لهم ما تخافش ان شاء الله راه تنجح، انت يعني طالب يعني دائما تتقرا مزيان، ما عندكش منين تخاف، الابدا راه تنجح، ما يمكنش الا ما نجحتيش انت شكون اللي راه ينجح، باش نوضعوا واحد الثقه يعني في الطلبه وما نديروش عليهم لو دوغيت ستريس. يعني هناك بعض الاباء بعد النوبات يقول لاولاده لا حسك تجيب 19 على 20 ولا 18 على 20 ولا ما جبتيش ران كذا ران كسميتو، لا هاد لو ستريس هذا لا، يعني بحال هاد الاشياء سلبيه. انا نشجعوا الوليدات ديالنا ولكن يعني نخليو الامل بيد الله بدون ما نضغطوا عليهم اي انواع من الضغوط. يعني يمكن لك تقول لولدك الطالب اللي راه يدوز امتحانات خصك ضروري تجيب 19 ولا ما جبتيش 19 انا نخلي ضربوك ولا نضربك ولا كذا ولا اشياء من هذا القبيل، لا. اذا يعني حسنا نشجعوهم، نحاولوا نعطيهم واحد الثقه في نفسهم ونخلقوا واحد الجو طمئناني داخل البيوت ونساندوهم يعني جميع الانواع ديال المسانده بدون ما نضغطوا عليهم اي نوع من الضغوط. نعم، أنا أشكرك بزاف دكتور محسن بنيشو طبيب نفسي، شكرا لأنك خصصتينا من الوقت ديالك باش تكون معنا من خلال برنامج وقاية وعيلة، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. أهلا وسهلا لله وبكل توفيق جميع الطلبة المغاربة إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله، هذا ما كنتمناه، شكرا جزيلا لك دكتور بنيشو، كل التوفيق وكل النجاح كنتمناه إن شاء الله لكل الطلبة، وأكيد يخليوا في بالهم دائما أن لكل مجتهد نصيب. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا على حسن الوفاء والمتابعة البرنامج وقاية وعلاج، لكم تحيات عفاف ماجد وكذلك شكرا لمهدي فرحي دائما زميلك يرافقني في الإخراج. كنتمنوا لكم إن شاء الله طيب المتابعة رفقة كل برامجنا، ونلتقي في عدد جديد ضمن وقاية وعلاج الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.